ان شاء الله تكونوا كامل بخير، تكونوا بصحة جيدة، وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. كما كتشوفوا حبيباتي، اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعض وصفة الميني كيك خاص بالمحلات بالمقاهي ولا اللي تبيع للسوبرات. عندنا هاد لي مولا كتشوفيهم يتباعوا في الاسواق، انا اللي دهنتهم بالزبده وسوبيديتهم بالفرينه. لا بالمناسبه قبل نبدأ نحيي واحد الاخت والصديقه والزميله الاخت كاتو جولينار، ان شاء الله تكون تابع في هذا الفيديو، نحييها من هذا المنبر ونقولها ربي يهنيك ان شاء الله. بالنسبه للمقادير كما كتشوفوا عندنا زوج حبات تاع بيض، عندنا كاس الا ربع تاع السكر اللي هو 90 غرام، عندنا هنا عطر الفانيلا. هاد المشروع مربح جدا، الاخوات اللي حبوا يبيعوا في البيوت تاعهم يجي بزاف شباب. عندنا قشور حبه تاع برتقال، تقدروا تعوضوها بالليمون ولكن بنكهه البرتقال تجي احسن. نحكموا الباتيه ونخلطوا البيض مع السكر مليح حتى يولي الشكل تاعه ابيض ويتضاعف الحجم تاعه بهذه الطريقه. كيما كتشوفوا بعد ما خلطناهم، هنا عندنا زبده دايبه اللي هي ربع كاس تاع زبده بالجرام، هنا عندنا حوالي 50 غرام تاع زبده دايبه وبارده. الزبده ذوبتها. عندنا هنا فواكه مصبره لي فروي كونفي، هاني راهم هنا عندي تشكيله اللي ما عندهاش تقدر تعوضها بالزبيب يكون مقطع، ولا تقدروا ما ديروا حتى حاجه عادي. خلطهم مليح كما كتشوفوا هاد المكونات. بعد ما خلطنا كما كتشوفوا هاد الخليط، هنا عندنا كاس تاع فرينه اللي هي 100 غرام تاع فرينه. هنا اللي تحب تضاعف الحجم المقادير تقدر تضاعف عادي. وعندنا ملعقه تاع خميره الحلوى حوالي 5 غرامات، درت هنا نصف تاع العلبه تاع وزن 10 غرامات، درت نصف تاعها حوالي 5 غرامات اللي هي ملعقه تاع قهوه. نخلطوا جميع المكونات مع بعض كما مكتوب الملعقه هنايا، راني خلطتهم بالملعقه مليح تحصلوا على هذا الخليط تقي نوعا ما. الفرن راني مسخنات على درجه 180 درجه، نشعلوا عليه غير من التحت حتى يضاعف الحجم نتاع البسكوي ويحمر في حواشي، عاد نطفو ونشعلوا من الفوق. هنا كما كتشوفوا غادي نعمروا الليمون تاعي، الكميه اللي قطعت لي فيها هاد زوج حبات بيض قطعت لي 6 حبات. هنا نديروا 3 ارباع من المول، ما نعمروش المول كاع وما نديروش في الوسط، نخلوه شويه باسكو فيه الخميره ويزيد يضاعف الحجم تاعي يجي سوا سوا مع المول. نعمرو كامل المول تاعنا كيما كتشوفوا وندخلوهم يطيبوا حتى يضاعف الحجم تاعهم ويحمروا. هنا كيما كتشوفوا نعمر كامل تاعي ندخلهم الفرن ونتلاقاهم بعد نشوف لكم الشكل النهائي تاعهم في صحن التقديم. كما كتشوفوا البنات، هنا بعد ما خرجته من الفرن زينته بلا كونفيتور تاع المشمش من الفوق ودرت له شويه تاع لي سوغيز وشويه تاع النعناع. حنا تقدروا تعوضوه بشويه تاع الشوكولا، تزينوه بالشوكولا من الفوق على شكل خطوط ولا تغطسوا في الشوكولا كيما تحبوا. هنا البنات بالنسبه للسعر نبيعها 4000 الحبه ولا تبيعها 5000 الحبه، وهو يبيعها 6000 سوبيرات. هذا هو القوام تاعها، شوفوا كيفاش جات شابه. انا هنا غادي نفتح لكم حبه باش تشوفوها كيفاش جات في الوسط، بزاف خفيفه وشابه، وننصحكم باش تجربوها. انا بالنسبه للاخوات اللي يديروا مشاريع في المنزل لكم هذا المشروع مربح جدا وتشد لكم هنايا مده اطول، تقدري تغلفي فيها بابي اليمونتير ولا ورق شفاف وتبيعيها عادي. شوفوا هنا البنات كيفاش جات خفيفه ما شاء الله. البنات اللي عجبتها الوصفه تاعها اليوم ما تنساش دير جيم لا فيديو، تضغط على زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. الوصفه تلقوها كالعاده في موقع كوك باد ان شاء الله. تهلاو في روحكم حبيباتي، تلقوا في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.